مين حضرتك؟ صدفة. بدينا جات لك هو برجلين. عايزة من ايه؟ عايزة من حياتي ايه؟ ماشية ورايا ليه؟ بتعكي في حياتي كل حاجة انا بنيتها تهدد بسببك انت. عايزة ايه؟ هو ده اللي انت مساعد مصارتي في حياتي كل حاجة باظت. هو ده اللي انت عايزة؟ هو ده اللي كان نفسك فيه؟ ويطلع مين ده كمان يا صدفة؟ أنا أبوها. إيه؟ أنا أبوها يا ستي، أنا أبوها. ها؟ ارتحتي دلوقتي؟ مش هو ده اللي كنت عايزة تسمعيه؟ ها؟ أقولها لك تاني؟ آه، آه، قولها تاني قولها. سمعني أنا عايزة أسمعها كتير. قول قول تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، قول كتير، قول وسمعني. ده انا عشت عمري كله، عمري كله من اوله لحد دلوقتي عشان اسمع الجمله دي. اه هو بيتكلم بجد؟ هو اللي بيحصل ده حقيقي ولا انا بحلم؟ ولا انت بتقوله ده بجد ولا لا؟ لا مش بتحلمي، مش بتحلمي يا صوفي. انا جيت اهو علشان اقول لك، عشان اقول، عشان انا مش عايزك تقول حاجه. هتقول ايه؟ أنا مش عايزاك تقول حاجة خالص. كفاية إن أنت جيت لحد هنا. آه أنت عارف أنا مسامحك، أقسم بالله العظيم أنا مسامحك. يا ستي مسامحاني على إيه؟ وأنا عملت لك إيه؟ أنا لما خطفتك من قدام المدرسة ما كنتش أعرف إنك بنتي، عرفت إنك بنتي سبتك، بس أنتِ ما سبتنيش. أيوه هي فعلاً ما سابتكش، لا دي بعتت لك بلطجية يكتفوك أنت وأولادك في قلب بيتك ويسرقوا الفلوس. على فكرة حقي وحق ولادي مش هسيبه يا فؤاد بيه. حقي وحق ولادي الكلام ده ما حصلش. انا ولا بعت بلطجيه ولا كتفت حد ولا بعت حد يسرق فلوس. انا والجدع اللي اسمه طارق ده مش قال لكم برضه ولا ايه؟ انا بتكلم. طب انت يا حنان